سواء في اجتماعات المركز الاجتماعي بدون المؤسسات، تفعيل المؤسسات المجتمع المدني في محافظة طول كرم، هناك شراكة حقيقية فاعلة ما بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتأدية رسالة وأهداف المركز. اليوم احنا لقاءنا عبر التنسيق والتعاون المستمر مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة طول كرم، منسقتها الأخت معالي موسى، بنغطي نشاط مشترك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أو كما هو معروف اليوم العالمي لمناهضة ومكافحة العنف ضد المرأة، اللي بيصادف 25 نوفمبر من كل عام بناء على قرارات جمعية الأمم المتحدة، يعني تم اعتماد هذا اليوم. في هذه المناسبة في أن اليوم تم تنسيق عمل مشترك لعرض لورشة عمل وإثارة نقاش مع أهالي الطلاب وفتيات والفتيات المركز، عرض مسرحية هادفة تعنى بالمشاكل المحيطة بأسرنا الفلسطينية بشكل عام وما يتعرض له مجتمعنا الفلسطيني بأشكال مختلفة من العنف. جيت هنا لحتى أحضر اجتماع لمنع العنف ضد المرأة اللي هو ب 25 نوفمبر 1999 ميلادي، وسيتم عرض مسرحية أيضا يتم فيها مناقشة العنف ضد المرأة، طبعا منع العنف ضد المرأة. كما عارفين كتلفزيون فجر انه الاسبوع العالمي لمناهضة العنف بلش من 25/11 ل 10/12، ارتقينا كجمعية مرأة عاملة بناء على التنسيق والتعاون السابق منذ سنوات مع المركز الاجتماعي لتأهيل الشبيبة اللي تابع للشؤون الاجتماعية، انه نعمل ورشة عمل بده يتم خلالها عرض فيلم لمناهضة العنف ضد المرأة اللي بيتحدث عن العنف الاسري داخل افراد الاسرة، وهون ما بدنا نشير لاعتداءات جنسية او تحرشات، لا، العنف اللي هو يومي بنشوفه باسرنا، وارتقينا انه يكون موجود مش بس المؤسسات، اهالي المتدربين والمتدربات في المركز، لانه بنعرف انهم جايين من خلفيات اسريه فيها تفكك اسري، فيها مشاكل اسريه، وبنفس الوقت الاهل والمتدربين يكونوا موجودين معنا كنسلط الضوء على قضيه العنف ضد المراه، كيف انه العنف هو عباره عن عمليه دائريه. بعد ما نعرض الفيلم هو عباره عن مسرحيه بتعرض العلاقات داخل افراد الاسره بين الاب والام، وبالتالي انعكاسها على الاطفال داخل الاسره الصغار والكبار، وبالتالي بعد عرض الفيلم بدنا نشوف شو رأي الجمهور بالمسرحية اللي انعرضت اللي بتقول عن انه العنف هو عبارة عن حلقة دائرية، اذا المرأة معنفة فبالتالي الأسرة حتكون كلها معنفة لانه عنفها جاي من خلال الرجل.